لو الحكاية فيها إن فيديو. أنا محمد ماهر ولي أمر أحد الطلاب اللي موجود في مدرسة القومية بالعبوزة. تفاجئنا في شهر يناير اللي فات بأن المدرسة رفع المصروفات حوالي 500%. كنا كل سنة بندفع حوالي 140-160 جنيه، السنة دي طالبين مننا في حدود 1200 جنيه. قدمنا طلبات في المدرسة عشان نعرف تفاصيل المصروفات دي، محدش ادانا أي عقد نافع. جات اللجنة من الإدارة التعليمية ما قدرتش تفسر لنا برضو إيه سبب رفع المصروفات بالشكل ده. عملنا شكوى في المديرية بتاعت مديرية التربية والتعليم في الجيزة عند الأستاذ إلهام إبراهيم. الأستاذة إلهام فضل التقرير مركون لغاية ما عملنا تجمع من حوالي أسبوع عند الإدارة التعليمية عند المديرية التربية والتعليم، وأطلعونا على تقرير بيقول إن المدرسة عندها مخالفات، حوالي 5 مخالفات أو 6 مخالفات، من أولها المصروفات وعدم صلاحية المعامل وعدم صلاحية الفصول والكثافة وعدم صلاحية الحمامات، وإن وبيع البوكلت وبيع الكتب مرتين، كل ده ثابت في تقرير المديرية، الا ان مفيش اي حد اخذ اي اجراء. لما رجعنا لاداره المعاهد القوميه كجهه تنفيذيه، الاستاذ محمد الشيمي تنصل من كل الالتزامات وقال رجعوا الاداره التعليميه. احنا النهارده موجودين قدام الاداره التعليميه علشان نطلب بيان بالمصروفات معتمد، ولسه هنقدمه ونشوف ان شاء الله ايه اللي هيحصل. احمد محروس ولي امر في مدرسه قوميه العجوزه. احنا مشكلتنا من شهر يناير اللي فات، كل اللي احنا طالبينه ان احنا نحصل على بيان معتمد بشعار الجمهورية لمدارس قومية العجوزة اللي بتحدد فيها المصروفات ونسب السيادة. لا المدرسة عايز تدينا بيان ولا المديرية عايز تدينا بيان، حتى ما لجأنا للتوجيه المالي والإداري في وزارة التربية والتعليم ما طلعناش بيان. توجهنا للمعاهد القومية مع الأستاذ محمد الشيمي، أفاد حتى على الهوى مع في برنامج خط أحمر على قناة العاصمة إن البيان من الإدارة التعليمية. فإحنا دلوقتي قدام الإدارة التعليمية بنقدم طلب رسمي إن إحنا ناخد بيان معتمد من المصروفات الدراسية لأولادنا عشان نعرف هل المدرسة ليها حق ولا إحنا لينا حق. لو المدرسة ليها حق تاخده، لو إحنا لينا حق ناخده، بس مش أكتر من كده.